يعني هو حضرتك بقى جايبني من المنيا عشان اجاوب تاني على نفس الاسئله اللي جاوبت عليها 100 مره قبل كده؟ ايوه يا استاذ طارق، عسل ادي محكوم عليها ب 10 سنين سنه سجن غيابي ومتهم في 3 قواضي، نصب واحتيال وتعدد ازواج وسرقه. دي السرقه دي اللي هي سرقه دهب فلوس يا باشا ولا هي سرقه حد تاني؟ ايوه محروس، مش انت عامل لها محضر سرقه؟ اه. طب هو ده المحضر. علي عبد التواب اسماعيل خرج النهارده من السجن، ده المفروض جوز اخت عسليه. لما تعددت الاتهامات حوالين عسليه احنا دورنا عليها هي واختها وللاسف ما لقيناهمش، بس اعتقد علي ده خد كويس ان هو يوصلنا ليهم. حضرتك تقصد ان ممكن عسليه واختها يبقوا على اتصال بيه؟ ممكن طبعا، المساجين بيتكلموا في السجن عادي واحنا كده كده مراقبين علي. يعني انتوا يا باشا راقبتوا المكالمات بتاعه علي دي جوه السجن؟ لا طبعا، لان الاتصالات دي بتبقى غير رسميه واحنا ما لناش سيطره عليها. احنا اللي حضرتك بتقوله ده مجرد احتمال. اكيد. بص يا استاذ طارق، كده كده انت متوصي عليك، والتوصيه دي مكلفاني ان انا اطمنك واقول لك ان القضيه لسه شغاله وما اتقفلتش، واحنا شغالين عليها وبنحاول نوصل لعسليه. طب يا باشا الاستاذ طارق في ناس موصيه عليه، انا محدش موصي عليا، وبقالي سنتين ونص بيتي مخروب وانتوا لسه ما لقيتوهاش، اعمل ايه؟ استاذ محروس، البلد اللي احنا فيها دي كبيره قوي وزحمه قوي، وزي ما عسليه قدرت تعمل كده في اسكندريه وفي المنيا، اكيد وصلت لناس تانية دلوقتي وبتعمل معاهم نفس اللي حصل معاكم انتوا الاثنين. احنا دلوقتي بنتابع علي وبنتمنى ان احنا نوصل لحاجه. الموضوع متوقف لان انا يحصل لها حادثه، يحصل اي حاجه توصلنا ليها. الموضوع في الاخر يا جماعه مبني على المصادفه. انا اسف ان انا صريح معاكم. يعني ايه؟ مفيش اي حاجه في ايدينا نعملها؟ ده يا فندم شيك اخر دفعه للمقاول اللي هيعمل وجهات ب 20 مليون جنيه. ده بقى يا فندم شيك الدفعة مقدمة لشركة سيارة ب 10 مليون جنيه. اتفضل. خلي الأستاذ عبد الحميد يكلم البنك ويسأل على الشيك بتاع عمل المقصة دوت واقف. اوكي. وخليه يرد عليا النهاردة. حاضر يا فندم. تقوم بحاجة تانية؟ اتفضل. معلش. أنا طلعت زيك. أنا كويس. بص انا عايز منك دولارات. دي مليون على الاقل. لا ما الحساب الدولاري فاضي. انت هتتصرف بقى يا طلعت. يا سيدي خد الكوميشن اللي انت عايزها، المهم الفلوس دي تكون عندي انا الاسبوع اللي جاي بكتير. ها؟ ميرسي يا طلعت، شكرا، تحياتي. ايه مالك؟ ولا حاجه، مركزه معاك. عندك فلوس كتير ما شاء الله، بقالي ساعة بسمع 10 مليون و20، وانت معاك كام؟ طب انتي متخيلة ممكن يبقى معايا قد ايه فلوس يعني؟ انا معرفش، 100 مليون مثلا؟ نعم، اكتر كده شوية، شويتين تلاتة كمان. طيب انا عايز اسألك سؤال، هي الفلوس دي مخلياك مبسوط؟ ده سؤال صعب جدا يا طارق. بصي انا اتولدت غني. الشركه دي ورثتها عن ابويا، كبرتها. بس انا عمري ما حسيت ان انا كنت محتاج الفلوس يعني. بس برضو ما جاوبتش على السؤال. مخلياك انت يعني كشخص من جواك مبسوط؟ ما اعرفش. أنا كل اللي أنا أعرفه إني مفيش أي حاجة شخصية كده بعملها لنفسي مخلياني سعيد. يعني أنت مثلا لو معاكي فلوس ممكن تبقي سعيدة؟ أنا كمان معرفش، لأني أصلا مش فاكرة إذا كنت غنية ولا فقيرة. برضه مش عارفة أجاوب على السؤال ده. طب تعالي نجرب حاجة. اطلبي مني أي حاجة، أي حاجة مهما كان تمنها وأنا هنفذها لك. وتعالي نشوف هتبقي سعيدة ولا لأ. نفسي أعيش عيشة أبقى مطمنة إني لو في يوم من الأيام صحيت من اللي أنا فيه ما تروحش مني.